بات موضوع المياه حاجة ملحة للتنمية المستدامة في ظل المتغيرات المناخية والديموغرافية التي يشهدها لبنان مع مرور السنين، بالإضافة إلى الاستهلاك المتزايد على المياه. ولا شك أن المياه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والطاقة. من أجل تأمين المياه بشكل مستدام يجب الأخذ بالاعتبار العوامل الأساسية، وهي تدني كمية المتساقطات والثلوج والتلوث الحاصل، إضافة إلى استنزاف المياه الجوفية وترهل شبكات المياه والتعديات على المجاري المائية السطحية. إن متوسط المتساقطات وضمن فترة قصيرة من السنة هو 800 مليمتر، والموارد المتجددة سنوياً تقدر ب 2.7 مليار متر مكعب. وإذا لم يتم تخزين المتساقطات وذوبان الثلوج، فسيكون مستحيلاً تأمين إدارة الطلب على المياه في فترة الشحائح. إن محور ذوبان الثلوج الذي كان يلامس ارتفاعه 800 متر عن مستوى سطح البحر في السبعينيات أصبح ما بين 1000 و1200 متر، كما أن كمية المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج ستنخفض من 1200 مليون متر مكعب سنوياً إلى 700 مليون متر مكعب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة درجتين، و350 مليون متر مكعب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة 4 درجات. إن كمية التبخر لا يستهان بها، إذ تشكل حوالي 4100 مليون متر مكعب سنوياً، أي ما يقارب نصف كمية المتساقطات التي تهطل على الأراضي اللبنانية. إن سوء إدارة المياه الجوفية من خلال الحفر العشوائي للأبار والإفراط في ضخ المياه الجوفية سوف يؤدي إلى استنزاف طبقات المياه الجوفية، وبالتالي خسارة المخزون الجوفي المائي الاستراتيجي وزيادة ملوحته. لطالما كان هناك نزاعات بين لبنان والدول المجاورة من أجل التقاسم العادل والاستخدام المنصف للمياه العابرة للحدود، والتي تظهر بشكل حاد في دول المنطقة حيث الموارد المائية محدودة، مما يتطلب استخدام الأدوات التكنولوجية لتحديد الأحواض الدولية المشتركة بدقة وإدارة مواردها. وفي هذا السياق اقترح لبنان على المجتمع الدولي تطبيق مفهوم الهيدرو دبلوماسية لاقتسام مياهه المشتركة مع الدول المجاورة، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 على نهر الكبير الجنوبي ونهر العاصي. رغم تعدد مصادر المياه في لبنان، إلا أن الواقع يظهر هدراً يقدر بحوالي 1.2 مليار متر مكعب في السنة نحو البحر، بالإضافة إلى ترهل شبكات مياه الشفا وأنظمة الري التقليدية. لذا فعلى لبنان إيجاد حلول لهذه المشاكل. تقدر كمية مياه الينابيع البحرية الممتدة على طول الشاطئ اللبناني ب 385 مليون متر مكعب سنوياً، وبالتالي فإن استغلال تلك الموارد الغير تقليدية سوف يساهم في تأمين موارد مائية إضافية. إجمالي المياه المتجددة في لبنان هو حوالي 2.7 مليار متر مكعب سنوياً، لكنه سينخفض مستقبلاً نتيجة الاحتباس الحراري وزيادة معدلات الحرارة. إن التغير المناخي سوف يؤثر سلباً في توفر الموارد المائية وعلى الأمن الغذائي، دون أن ننسى مشكلة النازحين. كذلك ارتفاع درجة الحرارة سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المياه المتجددة ومستوى هطول الأمطار والثلوج والتخزين الجوفي. إن احتساب الميزان المائي في لبنان لا يزال غير مستدام، وهو على النحو التالي: عام 2018 ري 900 مليون متر مكعب، صناعة 150 مليون متر مكعب، شفا 501 مليون متر مكعب، المجموع 1.55 مليار متر مكعب في السنة. فإذا ما اعتمدنا لعام 2040 تحسين شبكات المياه يصبح كالآتي: ري 1900 مليون متر مكعب، صناعة 400 مليون متر مكعب، شفا 1100 مليون متر مكعب، المجموع 3.4 مليار متر مكعب في السنة. إن مجموع حاجات المياه لجميع القطاعات ري، شفة وصناعة، والتي أوردناها ما بين عامي 2018 و2040 ينذر بعجز واضح يفوق المليار متر مكعب سنوياً.
أن الموارد المائية في فترة الشحائح محدودة جداً وتقدر ب 295 مليون متر مكعب في مقابل الحاجات المائية لجميع القطاعات والتي تقدر ب 985 مليون متر مكعب، وبالتالي فإن هناك عجزاً مائياً حوالي 690 مليون متر مكعب سوف يصل إلى حوالي 1660 مليون متر مكعب في العام 2040، مما يحتم علينا القيام بالإصلاحات لتفادي هذه الكارثة. قدر عدد السكان المقيمين في لبنان بموجب الإحصاءات الرسمية لعام 2005 بحوالي 4.8 ملايين نسمة، وإذا احتسبنا نسبة النمو السكاني بحوالي 2.7% سنوياً عندها يصبح عدد السكان والمقيمين حوالي 8 ملايين نسمة بحلول العام 2040. فيما يعود لمجموع كمية الطلب على مياه الشرب والصناعة، فإن المعايير المعتمدة لمعدل الاستهلاك الفردي اليومي من قبل السلطات الرسمية وتقارير البنك الدولي يقدر ب 300 لتر، دون أن ننسى مشكلة النازحين الذين أصبحوا حوالي 1.5 مليون نازح منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية نتيجة الصراعات في المنطقة. أما بالنسبة للطلب على مياه الري، فإن المساحة المروية في العام 2018 تقدر بحوالي 110 ألاف هكتار، وذلك بموجب إحصاءات منظمة الفاو ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى أن المساحة المتوقع ريها حتى العام 2040 هي 280 ألف هكتار، وذلك بغية تأمين الأمن الغذائي. إن المساحات المروية في لبنان تعتمد لسوء الحظ على الري السطحي، وذلك بنسبة 75%، والمساحة المتبقية التي تعتمد على الري بالتنقيط لا تتعدى 10%، أما الباقي فهو بالرش. لذا فإن الري في لبنان يستنفذ نسبة كبيرة من الموارد المتجددة، لذلك فإن الأولوية هي أن يتم تثبيت مفهوم الري بالتنقيط من أجل تغطية مجمل المساحات المروية في لبنان، واعتماد نسبة 6000 إلى 7000 متر مكعب للهكتار في السنة للعام 2040، عوضاً عن 10000 متر مكعب للهكتار في السنة كما هو الحال لعام 2018، وذلك من أجل الحد من الهدر في الموارد المتجددة على غرار ما يعمل به في الدول المتقدمة. من أجل توفير الأمن المائي للبنانيين يجب تنفيذ خطة استباقية تتمحور حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض، آخذين بالاعتبار الشقين التاليين: الشق العمودي كإنشاء السدود ومحطات تكرير المياه وتغذية المياه الجوفية، الشق الأفقي كتوعية الطلاب والمزارعين وحماية البيئة، والأهم الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيال هذا الوضع اعتمدت وزارة الطاقة والمياه خطة وطنية مائية عصرية للاستفادة من موارده المائية عبر إنشاء سدود وبحيرات جبلية وتغذية طبقات المياه الجوفية، كذلك مشاريع مياه الشفا والري والصرف الصحي وتقويم مجاري الأنهر تفادياً للفيضانات واستخراج الينابيع البحرية وتوليد الطاقة الكهرومائية عبر تعزيز مشاركة القطاع العام والخاص والتعاون مع المنظمات الغير حكومية والبلديات من أجل تأمين إدارة الطلب على المياه للمرحلة المستقبلية لغاية عام 2040 لتوفير الأمن الاجتماعي والغذائي للبنانيين. لا يمكننا الفصل بين المياه والطاقة والغذاء والنظام الأيكولوجي لأنهم مرتبطون ارتباطاً وثيقاً ببعضهم البعض، وأن مشروع بركة أنان والأراضي الزراعية حولها إضافة إلى معمل جون للطاقة الكهرومائية بمنطقة جزين جنوب لبنان هو مثال يحتذى به، ويجب تعميمه أينما تكون الظروف ملائمة لهكذا مشروع، مما له من منافع في جميع القطاعات، حيث أن تخزين المياه يساعد في تأمين مياه الري أو الشفا، كذلك يمكننا من خلال الجاذبية من ضخها عبر أنبوب خاص إلى التوربينات لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأخيراً تأمين المياه للنظام الأيكولوجي، وكل ذلك على مدار السنة.
من أجل إدارة الموارد المائية على مستوى الحوض والتخطيط السليم بشأن المشاريع العائدة لها في كافة القطاعات الاستثمارية، يجب أن يكون هناك لجنة لإدارة الحوض يكون أعضاؤها من الإدارات العامة ممثلي السلطات المحلية والقطاعات الاقتصادية ومستخدمي المياه والمجتمع المدني للتنسيق فيما بينهم. إن مجموع الموارد المائية الحالية والمخزنة سطحياً والتي من الممكن الاستفادة منها في فترات الشحائح لقطاعات الزراعة والشفا والصناعة تقدر بحوالي 295 مليون متر مكعب، وهي قليلة جداً مقارنة مع الطلب المتزايد على المياه. وللتذكير فإن ما يزيد عن 1.2 مليار متر مكعب تذهب هدراً إلى البحر سنوياً، لذا ومن أجل تغطية هذا الطلب والمساعدة في توفير الأمن الغذائي للبنانيين والمقيمين، يجب إنشاء بحيرات وسدود على جميع الأراضي اللبنانية، مما يتيح تخزين حوالي 850 مليون متر مكعب مع حلول عام 2040. إن المياه الغير تقليدية والتي تؤمن موارد مائية إضافية والتي تقدر بحوالي 565 مليون متر مكعب تسمح بسد جزء من العجز المائي المتوقع لعام 2040، وهي على النحو التالي: 1- المياه المعالجة. إن غالبية المياه المبتذلة يتم تجميعها وتصريفها ضمن النطاق البلدي دون معالجتها لتصب في مجاري المياه وفي المياه الجوفية، مما لها من تداعيات وخيمة على الإنسان والبيئة. لذلك فقد بات من الضرورة إنشاء محطات معالجة للمياه المبتذلة على كافة الأراضي اللبنانية، والتي سوف تشكل جزءاً من الموارد المائية الإضافية الغير تقليدية تقدر بحوالي 180 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2040. 2- مياه الينابيع البحرية العذبة. إن استثمار مياه الينابيع البحرية العذبة يشكل جزءاً من الموارد المائية الإضافية الغير تقليدية والتي تقدر ب 385 مليون متر مكعب سنوياً. أما فيما يتعلق بتحلية مياه البحر، فإن المشروع يتطلب كلفة طاقة عالية لاستثماره اعتباراً من العام 2040. بهدف حسن إدارة الموارد المائية ومن أجل الحد من هدر المياه خلال توزيعها على المشتركين، يجب العمل على زيادة فعالية شبكات إمدادات مياه الشرب التي تبلغ نسبة التسرب فيها حالياً حوالي 48% بغية تحسين كفاءة الشبكات، مع الإشارة إلى أنه من الممكن توفير 130 مليون متر مكعب لعام 2018 لو تم رفع الكفاءة من 50% إلى 70%، وأنه من الممكن توفير 480 مليون متر مكعب مع حلول عام 2040 متى تم رفع الكفاءة من 50% إلى 90%. إن القطاع الزراعي في لبنان يستهلك حالياً حوالي 1 مليار متر مكعب من المياه، والذي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي المياه المتجددة سنوياً. لذا ومن أجل ترشيد استخدام مياه الري، يجب اتباع تقنيات الري الحديثة، التنقيط أو الرش،
والتي تستهلك 6000 متر مكعب لكل هكتار، عوضاً عن الطرق البدائية عبر أقنية المياه السطحية والتي تستهلك 10000 متر مكعب لكل هكتار، الأمر الذي يؤدي إلى توفير 1120 مليون متر مكعب لعام 2040 متى تم تطبيق هذه التقنيات. إن المياه الجوفية شكلت منذ القدم المصدر الرئيسي لاستخدامات المياه، مع العلم أن المياه الجوفية يجب أن تكون احتياطاً استراتيجياً لاستعمالها أثناء فترات الشحائح، حيث يجب إدارتها بالشكل المناسب وعدم حفر الآبار عشوائياً والإفراط في ضخها. لذا فإن وزارة الطاقة والمياه قد أدرجت في خطتها الوطنية تنفيذ مشاريع لتغذية طبقات المياه الجوفية الطبيعية والاصطناعية على جميع الأراضي اللبنانية. إن الإصلاحات في قطاع المياه يجب أن تعتمد على قانون المياه الجديد وإنشاء مركز المعلومات والتدريب على علوم المياه CIFME، وأيضاً إنشاء نظام معلوماتي مائي على نطاق الحوض لجمع وتحديث المعلومات اللازمة. إن غالبية المياه المبتذلة يتم تجميعها وتصريفها ضمن النطاق البلدي دون تكريرها لتصب في مجاري المياه والمياه الجوفية، والأسوأ هو رمي النفايات والرنميات فيها، كذلك استخدام مبيدات الحشرات والأسمدة الكيماوية مما يلوث البيئة ويسبب ضرراً كبيراً على البشر. غالباً ما نجد عجزاً لدى الدولة لتغطية حاجات المشاريع الإنمائية بشكل عام وفي قطاع المياه بشكل خاص، لذلك يجب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة إطلاق مشاريع بطريقة البيوتي والديبيوتي، الامتياز، التأجير وغيرها من أجل تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين عن إدارة قطاع المياه قد أنجزوا مشروع قانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2003 لإدارة الأحواض ومنشآت التخزين على أنواعها ومحطات المعالجة وتوليد الطاقة. تهدف كافة النشاطات التقنية، الدبلوماسية، الإدارية والتنظيمية التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه إلى تطوير مفهوم جديد وهو ثقافة المياه. هذا المفهوم يهدف إلى تعزيز وتبادل المعلومات واتخاذ خطوات جبارة فيما يتعلق بإدارة متكاملة لمصادر المياه، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة على مستوى الحوض في منطقة الشرق الأوسط ولبنان تحديداً، ولا سيما التركيز على ترشيد استخدام المياه وزيادة الوعي لدى المواطنين بالمشاكل المتعلقة بالمياه الوطنية من جهة والمتعلقة بالمياه الدولية المشتركة من جهة أخرى، وذلك من خلال
اعتماد خطط علمية إرشادية لتحسين السلوك الفردي في استهلاك المياه لدى كافة شرائح المجتمع، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات وكافة القطاعات، بغية تعزيز الوعي للحفاظ على المياه. تعميق وتطبيق مفهوم التعاون الوطني والإقليمي المستدام فيما يخص إدارة المياه والمحافظة عليها، واعتماد توزيع عادل ومنصف بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمجاري المياه الدولية للعام 1997. لذا فإن هدف ثقافة المياه الذي أردنا إرساءه من خلال هذا الوثائقي يجب أن يتمحور حول مسار التنمية المستدامة بغية الحفاظ على كرامة الإنسان استناداً إلى الخطوات التالية: تأمين توزيع عادل ومنصف لمياه نظيفة لكل مواطن، تشجيع مستخدمي المياه على الحفاظ والحرص على مصادر المياه وإعادة تدويرها واستخدامها بطريقة مسؤولة، منع تلوث المياه من خلال اعتماد الأساليب والإجراءات للحد من مصادر تلوثها، المحافظة على أيكولوجية الأنهر من أجل المحافظة على البيئة الطبيعية، زيادة وعي المجتمعات المحلية والدولية بأمور المياه، وتنظيم نشاطات تثقيفية وتعليمية بغية فهم علاقة المجتمع المدني المحلي لاستخدامات المياه المسؤولة وفوائدها على مختلف الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. نتمنى دعم مشروع ثقافة المياه بهدف الحفاظ على تنمية الإنسان في هذه المنطقة التي تشكل أساس ومهد كافة الديانات السماوية. شكر خاص لمعالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ولسعادة المدير العام الدكتور فادي قمير للجهود التي بذلاها من أجل تحقيق هذه الدراسة والوثائقي لتوفير الأمن المائي والغذائي للبنانيين.